كونسولتو كشف مستعجل وما فيش عندنا شيء متأجل. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسولت تيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب بجامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا استاذ حسام، دائما منور و... بارك الله فيك، والمعلومات الله المفيده اللي تملي بتغذينا بيها. احنا عمرنا ما اتكلمنا انا وحضرتك قبل ما نطلع نقول ايه. تصور وانا قدامي دلوقتي والله انا وانت بتكلمنا يا دكتور دلوقتي انا افتكرت يعني الناس تملي بتسالني وبتكلم، قلت لهم يا جماعه انا مقدم برنامج مش الدكتور، بس كلموني في حاجه غريبه جدا. واحد فعلا كان عنده غيبوبه السكر. نعم، غيبوبه السكر دي يعني مشكله كبيره، بس طبعا ما قدرتش ارد عليه. قلت له كان السؤال ايه طيب حضرتك؟ قال لي واحد عنده السكر، قال لي في واحد عنده السكر وجات له غيبوبه وهو سايق العربيه، فحصلت له مشكله وحمد ربنا ان هو عدى منها. فقال لي دلوقتي انا دلوقتي عندي السكر، طب انا اعمل ازاي اعرفها؟ غيبوبه السكر امتى بتيجي؟ طيب ده سؤال مهم. انا كنت ناوي اقول حاجه بس هبدا برضو بيها دي جميله. غيبوبات السكر اللي بتيجي سريعه وفجاه دي لنقص السكر، ما بيكونش زياده السكر، وبالتالي هنا الناس دول هل كل واحد عنده قابليه ان يحصل له نقص سكر مفاجئ بهذه الصورة، ان هو مثلا لو سواق عربية او سواق حاجة ممكن يعني يفقد الوعي وبالتالي يعني يعرض نفسه واللي معاه للخطر؟ ده قابل موجود. طب ازاي ان احنا نتوقع ان ده يحدث؟ بيحدث في حالات الناس اللي عندهم قابلية لانخفاضات معدلات السكر السريعة. واحد، السن المتقدم. تمام. يعني مثلا سنه 80 85، فده بيبقى الهرمونات اللي بتطلع ضد الانسولين او اعداء الانسولين زي ما سموها على الفيسبوك مره لحديث احد الاحاديث بتوع في قناه ام بي سي، يعني هم لو كتبوا كلمه اعداء الانسولين هيلاقوا حوالي اظن 4 5 دقائق كده، كان جميل قوي في الام بي سي. طب حضرتك اللي كنت انا كان حديث معايا في الام بي سي وهم قطعوا جزء من ده والناس سموها اعداء الانسولين الخمسه. ممتاز. اعداء الانسولين الخمسه دول مهمين مع انهم اعداء، دول بيرفعوا السكر، هرمونات خمسه. تمام. اللي هو الجلوكاجون والكورتيزون والكاتكولامينز او اللي هو الادرينالين والبرولاكتين، والخامس بتاعهم هرمون النمو. فالخمسه دول بيشتغلوا ضد الانسولين، الانسولين لوحده يا حسام ينقص السكر، اما الخمسه دول بيزودوا السكر. تمام. المفروض ان الجسم اول ما بيستشعر ان السكر بدا ينزل الخمسه دول بيطلعوا، لان انخفاضات السكر اكثر خطوره من زيادات السكر. الانخفاضات يعني أخطر. يعني مثلا دلوقتي السكر الطبيعي الصايم 110 مثلا، بعد الاكل 140. لو انت قلت لي حتى يعني لو انت خيرتني مريض سكره بيوصل ل 400 او 500 افضل، ولا مريض تاني سكره بينخفض تحت ال 100 يعني 60 و40، اقول لك الاخطر 60 و40، الارتفاع ال 300 وال 400 اثبتهم على مهلي، يعني ممكن اخد اسبوع 2 3. في ناس ماشيين في الشوارع كده واخد بال حضرتك وبيهزروا وبيضحكوا وبيتجوزوا وبيخلفوا كله وسكرهم 350 و400 وماشي مفيش هم مشكلة. مش دريانين اساسا. يعني هو تلاقي مثلا في مصر هنا الحبيبه احنا عندنا نسبه السكر في بلدنا من 8 ل 10%، واخد بالك؟ على مستوى في منهم 1 أو 2% مش متشخصين، ودول سكرهم عالي وماشيين بيضحكوا وبيهزروا وبيعملوا كل حاجه ولا هم مشكلة. يجي بقى مثلا راح مع صاحبه ولا قريبته ولا قريبه بيعمل تحليل، فيقول له انت خد العينه، فيجي ياخدوا العينه يلاقوا السكر اللي هو لو كان صايم او عشوائي او وات ايفر يعني اعلى من الطبيعي يمكن 200%. يا ساتر. يعني ممكن يلاقي الصايم مثلا عنده 320، تخيل صايم 320 هو مش دريان. 320 صايم. ودي هنتكلم فيها برضه لان هذه الامور مهمه جدا. هنا نبدا نقول طيب نقص السكر ازاي انا هتوقعه؟ لانه خطير. واحد قلنا في السن الكبير لان الهرمونات الخمسه اللي هو اعداء الانسولين على حد تعبير قناه الام بي سي
وخبر حضرتك دول ما بيطلعوش بسرعة زي الصغيرين اللي زي 50 سنة واربعين وخمسة واربعين وخمسين وهكذا وستين. فهنا الهرمونات دي بتتأخر، فالمريض يروح فاقد السكر بسرعة، يعني يبقى مثلا دلوقتي 160 وفجأة تلاقيه بقى 60 مع أقل مجهود ممكن. احنا عندنا اتصالات؟ عندنا عبد الرحمن من سوهاج. طب نستنى شوية عشان طيب. بس ادي معلومه، هي عموما الدقيقه زي ما احنا اتفقنا، احنا برنامج لو غير تنتظر معنا يا استاذ عبد الرحمن غير ربحي، برنامج غير ربحي، المكالمه العاديه اللي هي ب 14 قرش او 15 قرش، لا القناه بتكسب ولا انا بكسب ولا حضرتك بتكسب اكيد. فهو ممكن يقعد معانا مثلا حضرتك ربع ساعه في الاخر هيطلع مثلا جنيه، اخبار حضرتك. فاحنا هنا حضرتك بس عشان ادي المعلومه متكامله، يبقى حضرتك احنا عندنا الخمس هرمونات دول، واخد بال سيادتك؟ لو ولا تحب ناخده وبعدين ناخده لان هو بقى له مده بصراحه. طيب ناخده وبعدين نكمل. طيب ناخد الاستاذ عبد الرحمن من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ حسام. اهلا وسهلا. اكلم الدكتور يا استاذ حسام. اتفضل معاك، معاك يا استاذ عبد الرحمن، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بك يا فندم. الحاج يا دكتور عندي 70 سنه. نعم. وعندي سكر وضغط. وعندها التهاب في الاعصاب الطرفيه. اتصلت عليك قبل كده عشان موضوع التنميل بتاع الرجال، قلت لي اعمل دوبلكس على الاورده والشرايين. اتفضل. وعملت الدوبلكس النهارده، طلعت الشرايين سليمه يا دكتور، بس في نسبه دهون خفيفه في الشرايين. في تصلب في الشرايين يعني. طيب هو في تنميل وخذلان وحرقان في الرجلين ولا الام؟ لا، في تنمير وخدلان والرجل مش الرجل كله بتلج يا دكتور. وانا اديتها علاج قبل كده زورنا مش كده؟ عارف على ديجراتور 200 مللي وما نفعش، قلت لي اعمل لها اشعه. لا طيب اقفل حضرتك، انا هقول العلاج ان شاء الله. ناخد الاستاذ جمال من المنصوره. اوكي. طيب استاذ جمال من المنصوره، السلام عليكم. سلام الله. ايوه يا دكتور. استاذ جمال. ايوه يا دكتور انا معاك. اتفضل يا استاذ جمال. انا عندي طفل عمره 5 سنين. طفل 5 سنين. ايوه يا فندم. اتفضل. ووزنه 38 كيلو، وكان في الاول عنده نقص في الغده الدرقيه. اوكي. سيادتك اتصلنا بيك، قلت اديله 50 على 50 عشان يهل شويه. اديله 50 على 50 بعد الوقت، وزنه 38 كيلو. وعملت تحليل للغده الدرقيه. طيب عملت تحليل للغده الدرقيه يا دكتور. ايه السؤال؟ الغده الدرقيه التي اس اتش طلعت 2 من 100. طيب هو بيشتكي من اي حاجه؟ والفريسري مش مهم بالنسبه للكلام ده. طلع 5.2. طيب الفريسري والفريتي فور طلع 2.5. طيب الولد بيشتكي من اي اعراض؟ لا ما فيش اي اعراض. طب خلاص اقفل وهقول لك يا فندم. شكرا شكرا استاذ جمال. بالنسبه لالتهاب الاعصاب الطرفيه دي من الحاجات الصعبه العلاج. واحنا ساعات بندي حضرتك حاجه اسمها الاكسجين النشط بيساعدها صحيح، وبعدين هو من بعيد يعني بيبقى مكلف العلاج في هذه الحاله. اما بنفشل ان الادويه تجيب نتيجه ما بيبقاش قدامنا غير الاكسجين النشط. تمام. والاكسجين النشط ده بتبقى جلسات يعني ممكن يبقى مرتين في الاسبوع 3 مرات، ولازم يتاخد في المراكز الطبيه يعني. فده بيبقى مكلف، ما اعتقدش ان هو هيقدر يجيبها من المنصوره او يجي يقعد في القاهره بقى ويوديها، فلو في امكانيه بس هتبقى مكلفه. تمام. اللي قدامي دلوقتي احنا نزود جرعات التجريتول لو هي بتستحملها لحد 3 حبات او 4 حبات في اليوم ما فيش مشكله. ممكن نزود حاجه ترايفستال ار، دي حبايه كل يوم قبل النوم. تمام. ان شاء الله الاثنين دول نمشيهم مع بعض ونشوف الوضع ايه ان شاء الله بعد كده الحالة، لان في حالات بتبقى مؤلمه جدا التهاب الاعصاب الطرفيه. هو من ضمن الحاجات اللي بتخلي مريض السكر يدور على دكاتره، يا اما ارتخاء في الاعصاب يا اما الام في الاعصاب. ارتخاء في الاعصاب طبعا ده لفظ بلدي معناه اللي هو عدم القدرة الجنسية او اللي احنا بنسميه ما فيش انتصاب يعني. تمام. خبرك ده اللي بيخلي، هما 3 حاجات اللي بيخلوا مريض السكر يدور على العلاج على فكرة. سيبك من حاجات العالي وواطي دي مش في دماغه.
بالعكس اقول لك الدكتور انا هروح اصرف فلوس عشان يديني دواء يوطي لي السكر، ما ناخد انا الاعراض الثلاث قولهم انت. بص يا سيدي، واحد مكسوف. لا ما هي دي واحده منهم، واحده اللي هو موجود الانتصاب اللي هو الارتخاء والانتصاب، تمام حضرتك، الامبوتنس. اثنين فقدان الوزن، اما وزنه يقل قوي يجي له الهلع ويجري بقى. الثالثه لسه قايلها التهاب الاعصاب الطرفيه، التهاب الاعصاب فلازم يجري. غير كده احنا نقعد نواوي، سكرك عالي، لازم اشوفك كل 6 شهور، لازم نعمل فحوصات، وما يكون عنده القدره، عنده القدره كوقت يجي وعنده القدره كفلوس يدفع، ولكن هو مش في دماغه. الثلاثه دول اللي بيجوا يا حسام هم اللي بيخلوه يجري اول ما وبعدين اللي بتقع منه الاول بيجري عليها، بس الاعار الكبير الخساسان ما تتصورش قد ايه. لا بيجي له نوع من الرعب، واللي احنا بنبقى يعني الدكتور بتاع السكر الشاطر اللي يقدر يربطه بالسكر ويستبعد امراض اخرى تخسس مريض السكر غير السكر، لان هنا ممكن تتشابه الاعراض. ولو انا حضرتك اعتمدت ان نقص الوزن او فقد الوزن واعتبرته ان السكر هو السبب وعد علي حاجه تانية هتكون كارثيه، لان هنا اللي بينزل الوزن مع مرض السكر ساعات مرتبط بيه زي الضرن مثلا، امراض اخرى. ضرن، لا الضرن اللي هو السل الرئوي طبعا، او السل في اي منطقه، الرئوي في الكليتين في العظم في الكلام ده مع السكر معروف. والاخطر منه انه يتزامن معاه جه عنده سرطانات، وفي سرطانات مع السكر، واخد بالك؟ فمن هنا انا مش هروح جاي واقول السكر بينزل الوزن، مين قال الكلام الفارغ ده؟ لها مقاييس، صح، واخد بالك؟ من ضمن القياسات ان انا سكر المريض يبقى نازل، قصدي وزنه يقل في مرض السكر، هو انعدام الانسولين المفروض داخليا او خارجيا، تمام. وده هنا انا قلت لك قبل كده، قلت لك انسولين كتير يبقى وزن كبير، وزن كبير. طيب معنى انه هو في انسولين كتير ووزنه مش كبير يبقى السبب فين؟ حاجه غير السكر، صح، امراض اخرى. ايوه تمام. هل هذا هعرف اوصل لها بسرعه؟ هل الكلام ده راسخ في اذهان المعالجين؟ ابدا، دي مشكله. تتقال لك ان الكلام هو بيتقال انه كلام سهل وبسيط، لكن لا، وللاسف في كبار وفي ناس كبار مش داريانين بالكلام ده، واللي بيدفع الثمن المريض، وكبار يعني اقصد كبار مش في السن، اساتذه. واخبار حضرتك. نرجع، يبقى احنا قلنا الاعصاب الطرفيه هياخد التجريتول اكبر لحد 4 حبات وياخد ترايفستال حبايه. السؤال الثاني اللي هو بتاع الغده الدرقيه، ال5 سنوات، الطفل 5 سنوات، هو انا عارفه بيتصل ليه، 30 كيلو بيتصل بيقول حضرتك زودت لي حبايه والتحليلات طلعت عاليه، تمام. التي اس اتش ده له علاقة عكسية مع مستويات الهرمونات في الدم اللي احنا بنديها غدة درقية، فلو الهرمونات كانت عالية المفروض تي اس اتش يقل، فهو يقول لك الجرعة الغدة تحليلها واطي، هو يقصد تي اس اتش اللي واطي هنا، الغدة تبقى عالية. وبدأنا نثقف الناس، طب التي اس اتش عالي معناها للغدة واطية، تمام. طيب انا يعني انا دلوقتي هقول له قلل الجرعة عشان تحليلاتك هتحليلات ابنك الهرمونات عاليه، تعتقد هقول له ايه؟ اتفضل يا دكتور. انت عشان بيكلموك في الاير بيس بتبقى يعني مش معايا قوي. لا معايا. انا سالت سؤال، هو بيكلم، قلت له الولد بيشتكي من حاجه؟ قال لي لا. تمام. انا غلطه اساتذه وعلماء وغلطه عالميه على مستوى العالم كله، اللي هو يربط الغدد الصماء عامة والغدة الدرقية خاصة بالتحاليل، ولا قيمة له التحليل، لا قيمة له، خليك على الجرعة العالية، ابنك يبقى طويل وأحسن وأدام ما فيش أعراض أنا أدي اللي أنا عايزه، ممكن أزود كمان ما فيش مشكلة. هو طبعا لو شوف العين يبقى أفضل، ولكن من الكلام ما عندوش أعراض خلاص خليك على الجرعه العاليه وما تعملش تحليل ب6 شهور، وفر فلوسك. تمام. طيب عندنا الاتصالين التانيين يا دكتور، ام سامح ومحمد. كنا عاوزين نتكلم على طب ناخدهم، وعشان واللي يخشوا مكانهم ننتظر شويه على اساس بس نتكلم على غيبوبه السكر اللي انت الكلام اللي انت جبته ماشي الجميل ده. ماشي يا دكتور. طيب ناخد ام سامح. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام سامح.
ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور معاك. يا دكتور انا عندي سكر بقالي اكتر من 12 سنه، وكلمتك قبل كده وكتبت لي على حبايه اخدها قبل الاكل 3 مرات، وكتبت لي على حبايه اخدها قبل كل يوم مره قبل النوم. والحرقان في رجلي وفي ايديا وايديا منفنسه كده وصبيعي منفنسه. ايوه بسمعك. حاضر. والعقد بتاعه اصابع ايديا منفنسه كده. طيب حاضر، اتفضلي هرد عليك. الف سلامه. طيب ناخد التاني. طيب معانا ام محمد. محمد، استاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل اتفضل يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. انت على طول بقول يا فندم. يا استاذ محمد الشبكة عندك، يعني حاول اتصال تاني يا استاذ محمد، الشبكة مش قوي. طيب بالنسبة للست اللي اتصلت، ام سامح. ام سامح 12 سنة صوت. احنا بقالنا قد ايه دلوقتي بنعالج على الهواء يا استاذ اسامة؟ احنا داخلين على السنة الثانية. لا على الهواء، لا احنا بدأنا تقريبا زي اليومين دول. ممكن. لما الكورونا جت السنة اللي فاتت كان سنة. في مارس على الهواء سنة. الأول كانت الناس بتتصل للأمراض العادية. دلوقتي تتصل بينا للأمراض المستعصية. وكلمة مستعصية هنا مش عليا أنا. تمام. الدكاترة اللي شافوها دواهم ما نفعش، فمن هنا ما تتخيلش ان التليفون هيكون احسن ما اشوف انا. طب ايه العمل اللي مش هيخف معانا على الهوا كده؟ عادة هيتكلف كتير قوي عشان نشوفه، جهد ومال، لان الحالات دي بتكون مستعصية شوية. يعني من الافضل يركز معاك يا دكتور. لا برضو بحصل، خلي بالك الاول ما انا، يبقى انت حضرتك ما عرفتش اوضح انا اللقطة. اما بدانا من شهر مارس الماضي كانت الحالات العاديه عشان الكورونا والناس قافله بيتصلوا بينا، فاقدر انا من خلال التليفون ندي علاج ناجح. تمام. طب دلوقتي اللي بيتصلوا بينا مين؟ الحالات المستعصيه. اولا انتشرنا وتعرفنا اول برنامج اتعرف الحمد لله تعالى، فبقى يجي لنا يتنقلنا الحالات الصعبه. الحالات الصعبه دي مش معناها انا مش عارف اعالجها، بس سعاده نسبه عدم التوفيق من خلال التليفون هتبقى عالية. صح. طب دي عايزة ايه؟ عايزة اشوفها، عايزة اعمل تحليلات، عايزة هتبقى مكلفة، وهتبقى مكلفة جدا 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 للمريض. لكن ايا دلوقتي بتقول حرقان وايديا منفنفة، ايدين المنفنفة والرجلين المنفنفة، عندك يا سيدي غدة درقية، عندك سيادتك غدة كظرية تؤثر، عندك سيادتك الكلى تكون اتأثرت من السكر، عندك حضرتك ممكن يكون عيوب في الاوعيه الدمويه مع السكر او من غير السكر. تمام. واخد بالك؟ طب دول انا هعرفهم ازاي؟ اكثر من اشتباه. اكثر من اشتباه. طيب الحرقان والتنميل والذي منه دول اعصاب طرفيه، يا اما السكر مباشر يا اما في نقص ترويه دمويه للمكان. اعرفهم ازاي؟ فاحنا بندي، ما قلت لها هي اديتها علاج على هذا تكمل عليه، ما قدامناش غيره. ممكن تزود عليه حاجه زي تجريتو اللي احنا التجريتو بنديه عشان رخيص، واخد بال حضرتك؟ ممكن سيوتا سيد 600 مللي جرام حبايه قبل الاكل بنص ساعه 3 مرات الى جانب ده، ويبقى قدامنا شهرين ان شاء الله تمشي عليهم، وبعدين نقرر بعد الشهرين هل هي هتفضل تعبانه ولا لا. يعني ترجع علينا بعد رمضان ان شاء الله. وعليك خير. لا ولازم ندي فرصه للعلاج ده حضرتك، يكون احنا السكر مظبوط، يعني يكون حضرتك السكر الصايب واللي بعد الاكل بساعتين مظبوط. السكر اللي غير مظبوط مفيش دواء هيجيب نتيجه معاه. يعني الاول ظبط السكر، لازم ظبط ده. ظبط السكر ده مش الكفايه، ده احنا حضرتك اتكلمنا، هم يخشوا على اليوتيوب بقى ويسمعونا بدل ما يقعدوا يتعبوا نفسهم. ان اما بنشوف العيانين بهذه الصوره ما بنلاقيش وقت نتكلم. صح. فهو اليوتيوب كان اتكلمت عن الموضوع ده كتير، يكتبوا محمد دكتور محمد سعد حامد او محمد سعد حامد، ويكتبوا التهاب الاعصاب الطرفيه مثلا، هيلاقوا مثلا 30 حلقه.
صح براحتهم يقعدوا بقى يسمعوا كل يوم حلقه كده يتسلوا بيها 30 ساعه هيلاقوا كل الاجابات اللي هم عايزينها. صح واخبار حضرتك صح. وبتنزل على اليوتيوب والحلقه بتتعاد. ده الجديد يعني لكن القديم انا بتكلم على الحلقات القديمه على حتى قنوات غير القناه بتاعتنا يعني لو قنوات اكبر وكمان فيها احاديث. ايوه بالظبط كده وكلام من ده. عندك حد عندنا الاستاذ محمد ومدام ماجد. ما مش هنخلص. اتفضل لو قعدنا لغايه الفجر الناس ما شاء الله يعني ربنا يشفيهم. امين يا رب. ناخد الاستاذ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ محمد. تحياتي للدكتور. اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا بيك. بعد اذنك يا دكتور عايز اوضح حاجه. انا كنت عامل عمليه كولوستومي. ربنا يشفيك. بسببها ايه؟ كانسر واستئصال المستقيم وتحويل المجرى. الف سلام عليك. بعد العمليه سنك كم سنه يا فندم؟ سنك كم سنه؟ انا 65 سنه. طيب اتفضل. بعد العمليه جالي عدم الشعور برغبه في التبول. نعم. يعني ما فيش حاجه لما اخذ في التعبير اللي هي زنقه البولن احس بالزنقه فالمساله تتملي وتروح مسيبه على طول. بس ما فيش الاحساس بالامتلاء ده. ما عشان كده انت ما بتخشش التويلت او الحمام يعني فالمثانه بتتملي لحد اقصى طاقه وبعدين تروح مفوته. والبول ينزل يسبقك يعني انت تحس البول نازل. يعني في تحكم في البول. التحكم موجود. ما انا فاهم بس حضرتك ما بتحسش الامتلاء. البول ما فيهوش تقطير ولا حاجه مندفع وكويس. طيب. بس هو يعني الشكوى بتاعتي عدم الاحساس بالرغبه في التبول. ده اللي جد عليا بعد العمليه. العمليه عاملها بقالها قد ايه؟ بقالها 40 يوم. الدكتور قال لك ايه؟ الدكتور اللي عمل العمليه قال لي لا تروح لدكتور مسالك بوليه. رحنا الدكتور مسالك بوليه قال لي اعمل له سونار. عملنا سونار اداني دواء للخصيه التهاب في الخصيه. لا طب في سؤال بس حضرتك دلوقتي الورم السرطاني ده كان يعني محدود ولا كان منتشر شويه في الحوض؟ لا ما فيش في الغدد الليمفاويه كان محدود استشت نمبر 2 يعني هو شال القولون فقط وحته من منديل البطن اللي بنقول عليها ولا حته من بالعربي الميزنتر يعني نعم وعمل فتحه جانبيه من القولون. خلاص ما انا فاهم بس انا خايف لو يكون هنا عور العصب اللي بيجي للمثانه. ما هو الحته دي اللي بسال فيها بقى. يعني ايه الحل بقى؟ وهو طبعا عمره ما هيقترب بكده الدكتور الجراح. لا 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 هو وارده احنا بنشتغل مع سرطانات يا فندم. الف سلام عليك. الف شكرا استاذ محمد. شكرا. ناخد الثاني ان شاء الله. طيب مدام ماجد السلام عليكم. ايوه عليكم السلام يا دكتور استاذ حسام. اهلا وسهلا مدام ماجد. ازي حضرتك استاذ حسام؟ الحمد لله نعمه وفضل. ربنا يبارك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضلي اتفضلي يا مدام ماجد. لو سمحت يا دكتور انا قلت لحضرتك ان انا دكتور الرجيم وقفل الانسولين عشان كنت بتجيلي غيبوبه على طول. كنت باخد 40 بقيت اخد 30 بقيت اخد 20 وبعد كده وقفل الانسولين وكتب لي على دايماكرون 60 وباخد قرصين كل يوم عليه. حضرتك قلت لي امشي عليه لمده شهر وبعد الشهر حللي. انا حللت سكر امبارح وجبته والسكر صايم طلع 179 والفاطر 265. الوزن خلال الشهر ده قل ولا زاد ولا ثابت؟ لا الوزن بيقل يا دكتور. انا بقيت 78. وكنت كام؟ انا كنت 103. لا استنى بقى السكر التراكمي كان 5.6 فعشان كده كان بيجي لي غيبوبه على طول. لا انا عايز لسه السؤال ما قلتوش حضرتك. انت اتحولت من انسولين لحبوب بقالك قد ايه؟ بقالي شهر. خسيتي الوزن قد ايه خلال الشهر؟ خسيت فيه 3 كيلو. جميل. او 2 كيلو متهيألي. ماشي. وقبل كده كنت بتخسي والدكتور وقفك الانسولين صح؟ ولا انت كنت عشان بتعملي رجيم؟ عشان بعمل رجيم. كان رجيم. دلوقتي ما انت بتعملي رجيم برضه ولا لا؟ بعمل رجيم. طيب اتفضلي اقفلي. شكرا يا مدام. كبد يا دكتور. نعم.
عامله تحليل وظائف كبد وكلى. طب طالعين سلام مش كده؟ نعم طالعين القرايات مظبوطه. الحاجات الثلاث حاجات بتؤكلها المفروض من 18 ل 55 انا عندي 57، وفي حاجه 1 و19 المفروض ان هي 6 من 1 و1 من 1، وحاجه 5 و31 المفروض ان هي 5.5، المفروض ان هي من 2.5 ل 6.5. لا انا مش هقدر الكلام ده افهمه والله، حاضر هرد عليك اللي اتقال. الف سلامه عليك. شكرا مدام ماجد، شكرا. احنا مش عايزين نحمل الامور اكتر من طاقتها، لان احنا ممكن نغلط واخد بالك، وعدم الافتاء غير في صوره غير واضحه هتضر اكتر ما هتنفع. اكيد حضرتك انت حريص على المريض. احنا الاولاني الاولاني كان الاستاذ محمد اللي عمل عمليه. بص يا فندم، عمره 65 سنه. بعد العمليات الكبيره بيبقى في نوع من الترشحات المائيه في منطقه القطع واللزق والخياطه والكلام ده، والمنطقة اللي ارتشاحات المائية دي بتبوظ التوصيلات الكهربائية. كان المفروض الدكتور يقول له الكلام ده. تمام. أخبار حضرتك بتبوظ التوصيلات الكهربائية، والتوصيلات الكهربائية دي زي أي سلك. سلك لو متعري يعمل شو شارع. ولا زي سلك الكاميرا مثلا اللي احنا شغالين عليه ده. لو السلك داس عليه حد، لو بتعرف، لو جنبه موبايل، جنبه بتاعي يعمل شو شارع. فهنا المنطقة بتاعت الحوض عنده كانت عملية كبيرة مش صغيرة. أكيد. ففي تورمات وكده، بقى له 40 يوم، نأمل من الله سبحانه وتعالى إن خلال شهرين ثلاثة الإحساس يرجع. إن شاء الله. على أساس إن حصل للعصب زي ما تقول اطلط بس ما تقطعش. العصب اطلط ولكن ما تقطعش. طب ندي أي أدوية في الفترة الحالية؟ ممكن ياخد فيتامين ب حقن اللي هو البي كومبليكس أو نيوروبايون أو حاجة. حقنة يوم بعد يوم كده في العضل لمدة شهرين. ممتاز يعني الساعد. وربنا يشفي ويعافيه ان شاء الله. بالنسبه مدام ماجي، مدام ماجي حضرتك، هو في خطا اتعمل هنا. بص يا حسام، اتفضل يا دكتور. في طريقه اسمها التقنيه، وفي الطريقه الافتراضيه في اي علاج اي مرض. زي بالظبط حضرتك كده ما نجيب العربيه وحضرتك تكون مش عايز تصرف فلوس كتير وتقول له البتاع فيها صوت غريب، فالراجل يروح داخل وقت بقول لك ايه هنغير لك البوجيهات بس كده مثلا. فيروح مغير البوجيهات، تمشي بيها تلاقي الخبطه راحت او بتيجي او بتروح، وانت تقول ايه بتاع. في مكان تاني يقول لك لا انا حطها على الكمبيوتر. صح طبعا هتصرف فلوس كتير ومش عارف ايه، ويمكن ما لقيتش البوجيهات، ده ممكن يلاقي 5 6 حاجات بايظه. صح. والبايظين دول في منهم اللي هو مستور، خد بالك ماشي بيزوق. يعني يقول لك مثلا البوبينه قدامها 6 شهور وحتبوظ، البطاريه شغاله بثلاث ارباع قوتها وحتبوظ خلال 3 شهور. يا عم انت فتحت لي الدنيا ليه وبهدهد لي الدنيا ليه؟ ده احنا جايين بنقول لك مش عارف ايه. ده بالظبط هو الطب نفس الكلام. احنا عندنا الشغلانه دي، خد بالك، انا شغلانتي دايما بشتغل بالطريقه التقنيه اللي هي مش الافتراضيه. الدكتور وقف لها الانسولين افتراضيا وحط لها الديماكرون افتراضيا. صح. ففي الاول بعد ما كان سكرها بينخفض، هو لقى بقى ان السكر بينخفض وفرح، فراح موقف ده وده ده السكر بدا يعلى تاني او علي مش لسه بدا. صح. الفاطر الصايم 170 والفاطر 200 وحاجة ومش عارف هو ايه، واخد بالك. وهنا ادام السكر علي والوزن بيخس يبقى خساره الوزن مرضيا. سكر عالي ووزن بيقل مرضي. والخسسان هنا ما بيكونش على حساب الدهن، بيكون على حساب اللحم الاحمر اللي هو العضلات، عضلات البني الانسان. الانسان ودي اغلى ما يملك في الجهاز الحركي، واخبار حضرتك يخليها زيد. طب هو كان المفروض يعمل ايه؟ اما بنيجي نوقف الانسولين في تحاليل بنعملها ما اقدرش اقولها لانها ديناميكيه. يعني ايه ديناميكيه؟ يعني مش عين الدم، تحليل اخر. لا احنا بننام العيان 2 أو 3 وبندي حاجات معينه ومش عارف ايه. طب هنعملها؟ لا ما نعملهاش. انا رايي هي هتخليها على الدايماكرون زي ما هي، والانسولين اللي كانت بتاخده ناخد نص الجرعه او ربع الجرعه قبل الغداء بس. تمام وخلاص على كده. واخبار حضرتك نخش على نص السكر تاني بقى. نخش احنا معانا اتصال استاذ عزت. اتصالين. ايوه طيب ناخد استاذ عزت. السلام عليكم. طيب السلام عليكم.
دكتور. اتفضل. معك حضرتك. اتفضل يا استاذ عزت. دكتور عندي 60 سنة وبشتكي لما بالليل لما باجي انام الساعة 2 بقوم اخش الحمام ادوخ واقع. يعني سيادتك طول النهار مفيش دوخه. وسؤال تاني بعد اذنك. نعم. اتفضل اتفضل السؤال التاني. لا خلينا السؤال ده والسؤال ده شويه. هو عندي سؤال كبير. خلينا بس على لا الكبير ولا الصغير. عم عزت. يعني برضو. استاذ عزت. استاذ عزت بعد اذنك. خلينا بس في الاولانيه الدوريه دي عاوز لها ساعه ونص ونقعد نتكلم سوا. حضرتك دلوقتي سنك 60 سنه صح؟ عنده 60 سنه لما بيخش الحمام بيدوخ وبيقع. ده دي عايزه مش ساعه كلام. هنخش في الصباح الكبير ليه بس دلوقتي؟ طيب خليك معايا يا حاج عزت يا استاذ عزت. هو راح خلاص الخط قطع. استاذ عزت انت سامعنا؟ سامعك يا دكتور. طيب ركز مع الدكتور في النقطه الاولانيه دخول الحمام ودوخه وبتقع. باجي بالليل اخش الحمام الحمام الاقي نفسي دوخت ووقعت. دلوقتي انت سيادتك الدوخه دي مش موجوده بالنهار خالص. لا مش موجود خالص لا. طب انت حضرتك بتاخد اي ادويه قبل النوم؟ لا ما باخدش غير حبايه الكنكور خمسه جرام الصبح بس تعريض. طيب حضرتك مفيش سكر ولا حاجه؟ لا الحمد لله. طيب انت حضرتك لما بتقوم من السرير بيبقى الساعه كام قلت لي؟ حوالي الساعه 1 2 بالليل. وانت بتنام الساعه كام؟ نعم بتنام الساعة كام؟ بتخش تنام السرير الساعة كام؟ بنام الساعة 10 11. يعني في حوالي 3 ساعات. بس الساعة 5:30 الصبح. لا ما تجاوبش لما اقول لسيادتك انا عايز ايه بعد اذنك يعني عشان بس نركز لان الموضوع مهم. دلوقتي حضرتك كل مرة بتخش التويلت او الحمام انت بتفقد الوعي ولا احيانا؟ لا احيانا مرة كل اسبوع مثلا. اوكي تكون انت اتنطرت من السرير مره واحده مثلا؟ مره واحده. لا يعني انت حضرتك اما بتقوم تخش الحمام تتنطر من السرير ولا بتقوم شويه شويه؟ لا بقوم شويه شويه على طول كده يعني مش. لا المفروض انت تنزل حضرتك ادام بتاخد ادويه ضغط بتقعد الاول على السرير وبعدين تدلدل رجليك وبعدين تقوم تقف. اعمل كده وكلمنا لو حصل التالي لا قدر الله. ألف سلامة. شكرا يا أستاذ عزت. ناخد الاتصال اللي بعده أستاذة منال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي يا أستاذة منال اتفضلي. يا دكتور أنا ضغطي واطي على طول. سنك كم سنة يا منال؟ وعندي دخل استمرار. سنك كم سنة؟ 32. 32 متجوزة؟ فقالوا لي قالوا لي إنه عندك الغده بتاعتك في هرمون متخلبط كده فهي هتروح على النشاط. بس دكاتره الغده ما ادوش اي حاجه. هرمون متلخبط؟ وبعدين؟ دكتور الغده ما ادوش اي حاجه. قال لك هرمون متلخبط وايه اللي هيحصل؟ الغده هتبقى ناشطه يعني. طيب حضرتك الضغط بيبقى كام قلت لي؟ الضغط بيبقى 100 على 60. في اعراض معاكي تاني ولا هو الضغط بس؟ على طول يا دكتور بحس الالم كده الم في الصدر كده زي كده عايزه حاجه وجعاني كده يا دكتور في الصدر كده. لا خلينا بس في الاول في الضغط. الضغط 100 على 60 ده يعتبر ضغط مش وحش بالنسبه للسيدات. يا دكتور وبيوطى اكتر من كده ده هو كل يوم ما عايش خالص. طيب ما انا لسه يعني الكلام جاي يعني اوطى ضغط جالك امتى؟ لا ده هو كل يوم انا ضغطي واطي على كده. بيبقى كام؟ انا ما افهمش حاجه اسمها واطي عن كده. كام الضغط؟ بيبقى 80 يا دكتور بيبقى 80 و70. على كام؟ 80 و70 بيبقى. لا في 80 على رقم تاني، الرقم التاني كام؟ ايوه على 60. مش عارفه مش فاكره يعني 80 على 60 او زي كده. طيب يعني ساعتها بتحس بايه؟ بحس ان انا هوجع كده بحس ان انا عطلان على طول يا دكتور. ماشي يعني تحس انك بدوخه وعدم تركيز. ايوه دوخه على طول دوخه في دماغي يا دكتور على طول بحس ان انا هفقد وعي كده. طيب اوكي وانت سنك عندك انيميا؟
لا انيميتي 11 و9 من 10. 11 وكام؟ و9 من 10. و9؟ اه من 10. عملت التحليل ده كم مرة؟ ايه؟ عملت تحليل الهيموجلوبين كم مرة؟ كتير. ويطلع كده على طول؟ لا ما بيطلعش. وزنك ثابت؟ اول تعبي كده نزل، اول تعبي رجعت الانيميا نزلت رجعت 9، وبعد كده رجع يعلى تاني. لا استني بس بقى بالراحة علينا كده، أول تعبك ده من إمتى بقى الأنيميا؟ ما إحنا قلنا أنيميا قلت ما فيش. الأنيميا حضرتك الهيموجلوبين كان 9 من إمتى؟ يا دكتور أول تعبي من 6 شهور. مش سامع حاجة يا حسام. من 6 شهور كان 9. لا من 6 شهور أول تعبي كان 12، كان الأنيميا عندي 12. بعد كده نزلت 9 وبعد كده رفع الثاني وصلت 11. 11 دي بعد قد إيه؟ بعد ما كانت 9؟ إيه؟ نسبة الهيموجلوبين كان 9 صح؟ اه. طيب عدت التحليل بعد قد ايه لما طلعت 12؟ لا ده هي اول حاجه انا كنت 12 يا دكتور اول يوم. والله العظيم عارف، والله العظيم عارف، انا بقول لسيادتك جت 9 بعد 12 بقت 9. طيب وبعدين رجعت 12 تاني. اه حضرتك حللت بعد ال 9 حللت امتى عشان طلعت 12؟ بعد شهرين كده. شهرين من 9 ل 12. خدت علاجات في الفتره دي من 9 ل 11 من 9 ل 12 الشهرين دول خدت ادويه؟ اخذت يعني حوالي 10 حبوب كده حديد. كل يوم حبايه لمده 10 ايام صح؟ اه بس. طيب الف سلامه. شكرا شكرا استاذ مني. طبعا ده انيميا ده خطا معملي، ما فيش انيميا ترتفع من 9 ل 12 مش قبل 4 شهور. واربع شهور وتكون بتاخد حديد يوميا مش 10 حبات. فيا اما في غلطه، هو بدات ب 12 التسعة دي ربما غلطه، او بلاش تبقى 9 تبقى 10 ونص. هو هي ما حسبتهاش صح. لا هي بعد شهرين هي مالها. يعني انت عايز تقول لي 9 ل 12 يا بلاش، ده حاجه حلوه قوي يعني ان تزيد 3%. يعني انت عارف عشان الهيموجلوبين الطبيعي مثلا 14 جرام مثلا، واخد بال حضرتك؟ هي لقيته 12 بدايته. تمام. فحضرتك يعني عايز تقول لي ان ال 12 نزلوا بقوا 9 يعني وبعدين زاد تاني 30%؟ صعب. عشان ال 9 يزيدوا يبقوا 12 يبقى 30% من اللي كان موجود. صح. اللي هو الثلاثة. ثلاثة اه. واخد بال سيادتك؟ 3 جرام. فبالتالي ده لا لا ياخد 3 شهور على الأقل مع علاج يومي. مش هي ما خدتش يا فندم، ما خدتش يعني هذا ده. طيب المشكلة انخفاض ضغط الدم ده ممكن يكون الغدة الكظرية، وفي نقص هرمون في الغدة الكظرية. بس عادة بيكون في ناس بتبقى طبيعتهم ضغطهم واطي، احنا ما نهتمش. طب ايه اللي احنا نهتم ليه بالمتصلة؟ لأن في أعراض، يعني أنا هعالج انخفاضات ضغط الدم في السن الصغير مش كبير. تمام. كبير ممكن يعمل تجلطات في المخ، يعني واحد بعد 60 65 70 وضغطه واطي نخاف. يعني ده جلطات في المخ، ده جلطات في القلب، واخد بال حضرتك؟ كل وقت وله أدان. صح. فاحنا حضرتك في السن الصغير، واخد بال سيادتك، ونلاقي الضغط واطي هذا مقبول ما دام ما فيش اعراض. تمام. ولكن لما يبقى في اعراض حتى لو الضغط كان في المستويات القليله الطبيعيه، يعني 100 على 60 ده طبيعي على فكره، 100 على 60 كويس. اه بس في ناس هنعالجها وناس مش هنعالجها. العالجه اللي هم مين؟ عندهم اعراض. طب 60 او 90 على 40 لا اعالجه، فهي ضغطها واطي. هنشتغل شغل بلدي، هنديها علاج بلدي ونشوف. تمام. وخبر حضرتك فتاخد هي ان شاء الله ممكن تاخد حاجه اسمها ترفع الضغط شويه. يعني احنا نجرب افضل بالادويه زي الموسيجور والكلام ده بلاش منه. احنا ممكن نزود الملح في الاكل. الملح اه يعلي الضغط شويه. اه يعلي الضغط. يعني ممكن تاكل جبنه قديمه، الحاجات دي متوفره. أي حاجة جبنه حادقه، مخلل. اه مخلل، الله يبارك فيك. تحط ملح على الاكل وهي بتاكل تكتر. وكلمنا بعد اسبوع اما تقيس الضغط ان شاء الله. ان شاء الله خلينا في البسيط. تمام. لان ممكن المرحله دي تكون مرحله واطيه يعني، لكن لو هرمونات مش هتحسن على فكره. يعني الدكتور بيقول لها غدتك هتعلى تاني لوحدها، ده كلام غير علمي. صح، ده كلام غير علمي. لازم. معنا الاستاذ جاد من الغردقه والاستاذ اماني. ناخد الاستاذ جاد من الغردقه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ حسام؟ الحمد لله نعمه وفضل يا استاذ جاد. كل سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه. واخبار
دكتور محمد ربنا يبارك فيه يا فندم ويدي الصحه والعافيه يا رب. يا رب احنا وسيادتك احنا وسيادتك تفضل. انت راجل محترم يا دكتور محمد والله. بارك الله فيك يا اخي. انا الحمد لله يعني مشيتني على الجلوكوفاج واخد بالك والسكر ظبط معي والحمد لله، بس في مشكله التهاب في البروستاتا. سن سيادتك كم سنه؟ عام. والضغط عالي؟ لا الحمد لله ضغطي كويس يعني ما اروح اقيس الضغط كويس الحمد لله. يعني في التهاب في البروستاتا بس؟ ورحت يعني كلمت الدكتور بتاع المسالك اداني حاجه اسمها تومياسيلين. تم انسولين. طب انسولين اللي هو 4 ملي جرام. جميل، جاب نتيجه كويسه معاك؟ تحسن البول، كان البول متقطع يعني الحمد لله، بس عمل لي ضعف جنسي يعني في ضعف جنسي يعني. لان ده الفا بلوكر بقى وكده. طيب هو لا وساعات يقلل كمان القصف يعني ما في مشكله في القصف ويبقى في همدان شويه في الجسم. لا انا حضرتك يعني متابع مع حضرتك يعني كنت 82 وصلت ل 79 الوزن. طيب انا شايف ان التنسولين ده لو احنا نقدر نوقفه والدنيا اتحسنت يعني يمشي عليه 3 شهور ووقفه هتلاقي الدنيا اتحسنت ان شاء الله. بالضبط انا ليه يعني يعتبر شهرين واخده اوقفه ولا يبقى شهر وبعدين اوقفه ان شاء الله، مش لازم تمشي عليه يعني ما اخدوش ثاني ان شاء الله. شكرا، الف سلام. شكرا استاذ جاد. ناخد التليفون اللي بعده. استاذه اماني السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي يا استاذه اماني. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. ممكن دكتور لو سمحت، انا عندي فتق في الحجاب الحاجز وتعبني يعني تحت صدر اليمين بيجيلي تعب جامد كده مع معدتي، وشويه يخف اخد علاجات لمعدتي وشويه يتعبني اكتر. سن كم سنه؟ انا عندي 41 سنه. مصرية ولا غير مصرية؟ لا مصرية. فين؟ من كفر الدوار. طيب الحيرة. بتشتغلي ولا قاعدة في البيت؟ لا قاعدة في البيت. وزنك قد ايه؟ انا وزني يعني 55. عرفت ازاي ان عندك فتاق في الحجاب الحاجز؟ كنت تعبت مرة يعني من سنتين كده تعبت جامد وكشفت في اسكندرية عند دكتور فطلب لي أشعة عملتها. أشعة بالباريوم؟ أشعة بالباريوم ولا أشعة تلفزيونية؟ لا أشعة، لا يا ربي مش أشعة، منظار. منظار معدة. منظار معدة عشان معدتي كانت تعبانة جامد. طيب أصل طب يعني أنت عايزة تقولي إن هو يعني الحقيقة الفتق في الحجاب الحاجز ده شائع مش أنت لوحدك. بس عادة ما بيديش الأعراض الرهيبة اللي أنت بتقولي عليها دي. طب اقفله هرد على سيادتك. ماشي شكرا استاذ امين. في طريقه. طب حضرتك خد التاني. ماشي استاذه امل من المنصوره السلام عليكم. استاذه امل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا امل. اتفضلي. بيقطع. ايوه سامعني؟ يا ريت يا ريت بس تظبطي الشبكه عندك، الشبكه عندك مش قد كده. حاضر ثواني. طب شكرا. سامعني حضرتك؟ كده حلو تمام. يا دكتور انا بقالي شهر كده دراعي اليمين من عند المنكب كده لما بنام بالليل بيتعبني جامد، لما بقوم بحس اجفر الدراع احس ان هو يتقطع مني. سنك كام سنه يا فندم؟ سنك كام سنه؟ سنك كام سنه؟ 32 سنه. وزنك؟ 32 سنه حوالي 82. انا كنت وصلت ل 100 ونزلت حوالي 20 كيلو. كنت 100 كيلو ونزلت 20 كيلو. بس دلوقتي هي اتغير مكان ال يا استاذه امل لو سمحتي بس حاولي كده تغيري المكان اللي انت فيه كده لان الشبكه عندك بتروح وبتيجي. ماشي يا دكتور حاضر. حلو كده. كده كويس. حلو كده. تمام. ايوه فبقول لك دلوقتي الوجع اتحول لكتفي اليمين برقبتي وفي لسع كده في رقبتي من ورا ما بقدرش اركن ولا بقدر اقف كتير ولا اقعد كتير. بس ده بعد النوم على طول صح؟ ولا لا ما بعرفش انام بالليل الفتره دي. وجع دراعي تحول لكتفي دلوقتي بقى، يعني وجع دراعي تحول لكتفي لا بعرف انام حلو كويس ولا اقعد ولا اي حاجه. بقالك قد ايه على كده؟ ايه؟ بقالك قد ايه؟ الوجع ده حضرتك تكرر عليه قبل كده من
سنة ونص، والدكتور قال لي اعصاب فقرات رقبتك ضغط على الاعصاب. صح. بس المره دي جاله بصعوبه جامده، يعني انا دلوقتي مش قادر حتى اتحمل كتفيني الاثنين ان انا اقعد اركن كده يعني. مش طيب. عارف. الف سلامه. شكرا شكرا دكتور. ناخد سعود بس تليفون من السعوديه لانه اتصل و... طيب ناخد الاستاذ سعود من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ الحمد لله نعمه وفضله يا استاذ سعود، اتفضل. بارك الله فيك، اهلا بيك. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل. اكيد فيك العافيه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. فيك العافيه يا دكتور. اللهم امين. سبق اني شخصت حالتي الدكتور من المكان العصبيه. نعم. الايه العصبيه؟ اي نعم نعم. صلحت الاشعه التلفزيونيه وامراي ومقطعي، كل قال المسار العصبيه تقال البول متكرر، ما ادري له علاج ولا لا. سنك كم سنه يا اخي؟ 49 سنه. متزوج؟ نعم ولله الحمد لله. عملت اي عمليات في المثانه او في الحوض؟ لا لا لا، سبق اني عملت في العمود الفقري قبل 4 سنوات ورم حميد. في العمود الفقري في اي منطقه في العمود الفقري لحضرتك؟ اسفل تقريبا بجهه الاسرس يعني. تحت خالص. اي كان ضاغط على الاعصاب الارجل اعصاب اللان. والحمد لله يعني حتى صلحت الامراي قبل 3 شهور سليم ما في اي مشكله، لكن باقي عندي اللي هو المكان العصبي. يعني بتخش الحمام كم مرة؟ والله وانا الان يمكن 4 مرات اصحى كذا كل ساعتين. فيش منطقة المملكة الجو حر الحقيقة مش زي عندنا في مصر يعني. نعم نعم. مش كده يعني؟ المفروض حضرتك الجو حر يعني المفروض ما تقومش كتير زينا هنا في مصر. صحيح. طيب غير حضرتك بالليل، في النهار بتخش كم مرة سيادتك؟ نعم زيادة عن ممكن 4-5 مرات 6 مرات. انت بتحس انها زيادة مثلا عن قرنائك او عن قرنائك؟ نعم زيادة. نعم نعم زيادة. حاضر. كمية البول كبيرة ولا صغيرة يا فندم؟ لا 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 كبيرة. كبيرة مرة؟ يعني مقبولة ما تغطق. يعني نقدر نقول كوباية مية مثلا؟ اي ممكن اي ممكن. طب ألف سلامة على سيادتك. شكرا شكرا أستاذ سعود. ألف سلامة. خليك مع الدكتور. طيب نبدا بالاستاذ سعيد عشان ايه ما ننساش ونطلع لفوق. استاذ سعود ماشي. هتفكرني؟ لا 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 فكرت لانه كمان عشان اتصلوا من من دوله ثانيه. دلوقتي هو تفضل وقال ان دي مثانه عصبيه. تمام. المثانه العصبيه بتخلي الانسان يخش الحمام كتير لانها بتبقى يعني الريتابل بلادر بالانجليزي، في ضغط على البلادر. الريتابل يعني ايه؟ مصاره. المفروض المثانة بتاعتنا تبدأ تستشعر انت البول في السن الصغير بتاع سيادتك بعد ما تتملي 350 سنتي وتقدر تقاوم لحد ما تبقى مثلا 500 نص لتر. تمام. نص لتر. انت ازازة كوكاكولا قد ايه؟ يعمل هولت 350-330 سنتي. ازازة البيبسي 330 او ازازة اي حاجة يعني. تمام. الكان البتاع. فهو الانسان يقدر حضرتك يتحمل الكان دي ويبدا يعني بعد كده يقاوم. صح. عشان الناس تتعلمها يعني 300 سنتي. تمام. طيب هو دلوقتي بيخش يجيب كميه كويسه. اللي انا فهمته منه ادام يقول كميه تشبه عاديه يعني فوق 250 سنتي. من 200 ل 300. انا هنا هتحفظ على كلمه مثانه عصبيه. يبقى مش فهو هيعمل ان شاء الله يجمع بول 24 ساعة ويكلمنا الاسبوع الجاي. ازاي يجمع بول 24 ساعة؟ هنقولها لجميع الناس مرضى السكر بيعملوا مش عارف ايه. يقوم الصبح وقت ما يقوم يروح جايب البول في الحمام. تمام. ما يحطوش. بعد كده يجيب بقى جيركن كده كبير ويحط البول فيه طول الليل والنهار. تمام. مفيش نقطة تبقى برة. واخد بالك؟ لو الجو حر يحطه في درج التلاجة ويقفله. يجي بقى طب اخر عينه هيتجاوب معها امتى؟ اللي هي في معاد العينه اللي رماها. تمام. اسالك ولا عشان الوقت خلص؟ لا هو الوقت هو الوقت خلص. ولا عشان ما اسالش؟ لما بتزني بقول الوقت. طيب خلص. يعمل كده يا حسام ويكلمنا الاسبوع الجاي ويجيب لي ممكن. تمام. يعملها مرتين ثلاثه خلال الاسبوع ويقول لنا الكميه قد ايه اليوميه. لان انا. تمام. ممكن الاقيها مش هي. بص يا حسام، نجاح الطبيب نجاح الطبيب انه يغير التشخيص.
ما يبقاش ثابت. قول لي من واحد لواحد. ما هو في تشخيص ما فيش علاج له. يا نهائي. هي حلاوتك انت ان انت تكيف العلاج المرض بطريقة تانية. تمام. وتاخده للمرض ممكن علاجه. تمام. واخد بالك يعني عيان لا قدر الله جاي سرطانات واصلة في كل حتة. انت هتعمل له ايه؟ انت ده خالق سبحانه وتعالى منه لله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى ما اداناش احنا لسه مفاتيح هذا العلاج. صح. الشطارة ان انا اطلعه انه ما عندوش المرض ده. هي دي الشطارة. تخلص منه بدون ما ملوش علاج. ما قلتش كده. يعني هو اتشخص ان عنده سنويات للاورام الخبيثة في الرئة وفي الكبد وكده. هو ايه يا دكتور محمد يا سعد اللي يشابه هذا المرض ممكن علاجه؟ ممكن واحد اتنين تلاتة اربعة. طب هم ما خدوش بالهم ليه؟ هو كده انا مالي. طب هم ليه الخمسة اللي قبلك قالوا كده؟ انا مالي برضو. اكيد. ولذلك دايما المريض ما بيتصل بينا كنا بنتخانق معاهم الاول نقول له ما تدينيش تشخيص، انا هسألك على شخص. احنا في اتنين ما جاوبناش عليه. ما هو في اتنين ما جاوبناش بس للأسف. حاول بسرعة يعني بتاعت الفتاة دي تعمل لي أشعة بالباريوم. في واحدة اللي فتاة الحجاب الحاجز. أشعة بالباريوم على المعدة بوضع. يا عم استنى براحة عليا. اتفضل يا دكتور. أشعة للحجاب الحاجز، أشعة بالباريوم على المعدة بحاجة اسمها تريندلنبرج بوزيشن. تمام. عشان هي يبين لي في فتاء ولا ما فيش. ليه؟ على نفس على نفس على منوال اللي أنا أغير التشخيص. تمام. ماشي لأن كده عملية. خد بالك أدا واحد. التاني اللي هي اكتافها. اللي هي لا لا دي لازم تعمل ام ار اي، تعمل ام ار اي على فقرات العنقية. تمام. ام ار اي فقرات عنقية. دكتور محمد. نعتذر الوقت اوفر انتهى. طيب سيدي اوفر سو اوفر. طب يلا اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والانتباه والمشاهده، ونشكر الساده الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب بجامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش عندنا شيء.